الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دائما وابدا طلب السداد والتوفيق يا رب العالمين. مرحبا بكم متابعينا الاعزاء في كل مكان. هنا من هذا المهرجان، مهرجان سمو سيدي ولي العهد لسباقات الهجن، نلتقي بكم في عاشر أيامنا ضمن فعاليات السباق النهائي لهذا المهرجان. خصص هذا اليوم لانطلاقات الكبار، انطلاقات الحيل والزمول. مسافتنا المعتمدة من اللجنة المنظمة لهذا السباق هي 6 كيلومترات. متابعينا هنا في مدينة الطائف وأيضا عبر البث الحي المباشر عبر القنوات الناقلة لهذا الحدث الرياضي الذي يقام في عام الإبل 2024. تاسع الانطلاقات للحيل، نبدأ لنتعرف على أول المنطلق، أول المندفعات المحظوظة بالنداء، المنطلقة في أول نداء وأول انطلاق. انتباه من تتقدم، وأبناء الميدان وأبناء المكان، يتقدم صويلح بن مصلح بن عواضه العديني. الانتصار هنا ما له عوض يا بن عواضه. يتقدم العديني الآن، يقدم لنا تحدياته، يتقدمون أبناء عروس المصايف، يتقدمون أبناء يبحثون عن الانتصار. انتباه يا انتباه، من تنطلق بالصدارة وبالقمة وبالكادر الأول. نقلتنا يا من تتابع. ثانيا من تأتي الآن مع مركز الوصافة، تتقدم الشاهينية، يحيى بن صغير بن كنون بن إرادة الاكتبي يتقدم الآن، يقدم لنا شعاره، يقدم لنا انطلاقاته. مع المركز الثاني غير للقمة للصدارة، وصل الرياض بن ثامر بن سليمان السعدون يقدم لنا الآن مبلش القادمة مع شعارك. يتقدم السعدون القادمة من الثامرية يبحث عن الانتصار، تأتي بالمستوى الثاني وثاني المراكز، غيرت للقمة، غير السعدون. ثالثا انتباه، العديني يصل المركز الرابع، وصلت الآن غيوم. مرحبا يا أبو حمد، محمد بن حمد بن فطيس المري يتقدم، يقدم لنا غيوم. تتقدم في هذا اليوم من الجانب الأيمن، أتابع الانطلاقات، ناصر بن سالم الهمامي يقدم عوايد تبحث عن الانتصار. من الجانب الأيمن شعار الجذاب، من خطف الكاس في سن اللقاية بشعارك يا بن عفيشة، يتقدم مع غزلان محمد بن صالح بن محمد رزق. يقدم لنا غزلان الآن من الرابع إلى الثالث، المركز الخامس وصلت الآن وحضرت تم عبد الله بن محمد بن راشد البحيح المري مع المركز الخامس. سادسا أتابع القادمة، وصلت سحلة عودة بن عبد الله بن عتيق الضيوفية العطوية، تقدم عبد الله. المركز السابع شعار التراث وشعار الأسماء العديدة يصل الآن، يقدم لنا وصايف يا حلوة الوصايف القادمة الباحثة عن الانتصار.
يتقدم سلطان بن سعيد بن محمد بن إبراهيم الاكتبي قادم. الله يا وصايف، من السابع إلى السادس إلى الخامس إلى الرابع إلى الثالث إلى الثاني، وعينها على الصدارة إن لم تغير الصدارة. شعاري عناب ناخذ المركز التاسع. القدوم الآن والتواجد من عمق الميدان يصل شعار عبد الهادي. في هذه اللحظات محمد بن عتيق بن محمد بن زيتون المهري يقدم زعفران مع المركز التاسع. عاشرا محمد بن سالم بن راشد بن سعيد المزروعي يقدم لنا فبركة. يا للتجمع، يا للمنظر الرهيب، منظر عجيب لم تشاهده إلا هنا إلا في مهرجان سيدي ولي العهد إلا في الطايف. يا للتجمع، يا للمنظر، يا للحيل، شدوا الحيل يا أهل الحيل، عودتنا إلى سحلة، عودتنا إلى عودة بن عبد الله بن عتيق الضيوف العطوية. يقدم لنا سحلة من تتقدم الآن مع الصدارة مع القمة مع القيادة مع الريادة القادمة من ميدان تبوك تبحث عن الانتصار وعن النوماس مع انطلاقة سحلة مع المركز الأول المركز الثاني. أول نداء لشواهين وصل الآن سطام بن علي بن شبيب. اسهلي قادم أبناء دولة الكويت أبناء الميدان الشهيد يتقدمون. المركز الثالث أتابع القدوم سفر بن عقاب بن مساعد الزيد الشريف يقدم جذابة. ورابعا عوايد سالم بن ناصر الهمامي. خامسا الكايدة سعيد بن جابر بن عبد الله بن محمد الحربي قادم يقدم الكايدة. ووصل شعار محمد بن سالم المزروعي يقدم لنا فبركة. عودة إلى القمة من جديد، عودة إلى سحلة، عودة إلى أبو عبد الله، عودة بن عبد الله بن عتيق الضيوفية العطوية يقدم لنا سحلة. المربط العريق مع الصدارة ومع القمة مع أبو عبد الله يتقدم الآن. ولكن بن جابر مع الكايدة الكيلومتر الأخير دقت الأجراس. يا للأنفاس، الكايدة مع الصدارة. سعيد بن جابر بن عبد الله الحربي وعوايد الهمامية ناصر بن سالم بن علي الهمامي وعنيدة نايف بن صلاح بن مصلح الحربي قادم. والقدوم من مكحص بن منيع بن عايض القحطاني مع جلمودة. النوماس وين؟ انطي الصدارة مع الكايدة. سعيد بن جابر بن عبد الله الحربي شن غاراته مع القمة مع الصدارة. إلى وين السلام؟ إلى دانة الدنيا دبي. إلى وين يا راعي طموح؟ الشعارات قادمة. ناصر بن سالم الهمامية يقدم لنا انطلاقة عوايد. مكحص بن منيع قادم ووصلت شقرة. اعتيق بن محمد الضيوف العطوية. ولكن الكايدة، الكايدة وعوايد أهل العوايد يتقدمون. أبناء نجران، أبناء نجران أبطال في كل مكان. ناصر بن سالم بن علي الهمامي عوايد العوايد، عوايد العوايد. سلامي عليكم يا أهلي نجران، أبناء المملكة، أبناء السعودية. مشكور يا أبو سالم. عوايد المملكة بالقمة بالصدارة. المركز الثاني مكحص بن منيع بن عايض القحطاني مع جلمودة. ثالثا ثالث المراكز عنيدة نايف بن صلاح بن مصلح الحربي. رابعا الكايدة سعيد بن جابر بن عبد الله الحربي. خامسا شقرا عتيق بن محمد بن عواد العطوي. متابعينا الاعزاء
شوط مليء بالحماس حتى الرمق الأخير وحتى الانتصار في هذه اللحظات. كما نهني البطل والمتوج بهذا الشوط ناصر بن سالم بن علي الهمامي، قدم لنا هذه البطلة وهذه النجمة المتوجة بهذا الشوط. عوايد أهل العوايد مشكور، السلامات إلى أبناء نجران من كانوا أبطال في هذا الميدان. مشكور يا ناصر يا بن سالم يا بن علي الهمامي، هكذا الحضور وإلا فلا. مشكور على هذا الأداء وهذا الحضور، لحظات الوصول لحظات الفوز. عوايد ما شاء الله تبارك الرحمن، أداء مميز، حضور أميز من مسافة 6 كيلومترات، التنافس حتى الأمتار الأخيرة، لحظات وصولها إذن قاطعة المسافة 6 كيلومترات، 9 دقائق 35 ثانية، 83 جزءا من الثانية، كان توقيت هذه البطلة وهذه النجمة. تهانينا لك يا أبو سالم، والتهانية على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار وعلى هذا التألق في هذا المهرجان. ثانيا حضرت بالفعل عنيدة نايف بن صلاح بن مصلح الحربي، قدم لنا عنيدة مع المركز الثاني، مشكور على هذا الأداء وهذا الحضور. 9 دقائق و40 ثانية في هذه اللحظات، 41 جزءا من الثانية، هكذا الحضور وهكذا لقطة الفوتو فينيش، لحظات الوصول إلى الانتصار. ثالثا مكحص بن منيع بن عايد القحطاني مع جلمودة، 9 دقائق 40 ثانية 44 جزءا من الثانية. رابعا الكايدة سعيد بن جابر عبد الله الحربي، قدم الكايدة. خامسا المملكة عايد بن رفعان بن عايد العاطف القحطاني، حضرت مع المستوى الخامس. متابعينا الأعزاء، تهانينا للخمسة الأوائل الفائزين في هذا الشوط والمتوجين بالمراكز المتقدمة. ملخص شوطنا التاسع للحيل، هكذا إبداع الحيل، هكذا تميز الحيل في مهرجان ولي العهد للهجن. عوايد أهل العوايد ناصر بن سالم بن علي الهمامي، مشكور يا أبو سالم على هذا الحضور. ناصر من انتصر معنا في تاسع الانطلاقات في الفترة الصباحية في آخر أيام هذا الفترة الصباحية مع يوم الحيل وانطلاقات الحيل والزمول. تهانينا وألف مبروك على هذا الانتصار. أشواطنا مستمرة متابعينا الأعزاء، شوطنا القادم الشوط العاشر وانطلاقات الزمول، والزميل عبد الرحمن بن هديان العتيبي واصفا معلقا على الشوط العاشر.